الاستشاري الدكتور جند ابو سحلي من مجلس الدوله، مشرف على انتخابات نقابه الاطباء بالقاهره. بدانا الانتخابات ان شاء الله الساعه 9 الصبح، فتحنا اللجان وكان الاقبال شديد شويه الصبح، بدا شويه يعني يقل واحده واحده. الحمد لله العمليه ماشيه مظبوطه، ما فيش مشاكل. طبعا الانتخابات بدات الساعه 9 وتنتهي الساعه 5، بعدها مباشره بيتم عمليه الفرز. طبعا على حسب عدد الاصوات اللي عندنا الوقت بتاخده. بعد كده ان شاء الله بيتم اعلان النتيجه الفرعيه هنا في مقر اللجنه الفرعيه، ثم يتم تبليغها للجنه العامه. اللجنه العامه بتقوم بتجميع اللجان كلها وتعلن النتيجه على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. هي ما فيش مشاكل بمعنى مشاكل، لكن هي كان في برضو بعض الساده الدكاتره وزياده اللي هم على المعاش حاليا، فطبعا تم تغيير اماكن تصويتهم طبقا للواقع محل اقامتهم بعد خروجهم على المعاش. فهم يعني جم هنا اللجان على اعتبار انه اصواتهم هنا موجوده، فهي بس ادي كل الموضوع اللي حصل يعني، بس مش اكتر من كده، وتم تجاوزه.